السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في شرح برنامج الإكسل للمهندس المدني. في البداية، برنامج الإكسل هو برنامج حسابات بيسهل عليك العمليات الحسابية اللي ممكن تشتغلها مانيوال. زي ما قلنا قبل كده، ما ينفعش يكون في مهندس مش محترف إكسل، لأن الإكسل هو برنامج أصلا سهل يقدر أي حد يتعامل معاه حتى لو ما كانش مهندس. تقدر تعمل عليه شغلك بشكل منظم، بيرتب الدنيا كلها بحيث لو حصل عندك مثلا تغيير في كميات، انت مش محتاج تدخل في كل مكان وتغير، انت بتغير في شيت واحد وهو بيسمع في باقي الشيتات. النهارده مش هدخل في شرح البرنامج، بس هعرفك ازاي البرنامج بيرتب الشغل وبيسهل عليك العمليات الحسابية. لو فتحنا شيت اكسل زي ده، مثلا دي شركة مقاولات ايه. لو انت شغال في شركة مقاولات صغيرة، فانت مثلا مطلوب منك تعمل حساب النجارين والحدادين والعمال والناس اللي شغالة معاك. فلو ضغطت على اي ايقونة من دي هيدخلك على حساب الناس اللي فيها. مثلا لو ضغطت هنا هيدخلك على حساب النجارين، ده حساب النجارين. لو ضغطت هنا يدخلك على حساب المساحين وهكذا. لو دخلت مثلا على حساب النجارين وجيت في يوم معين، انت مثلا حاطط له يومية النجار 130 ويومية المساعد 90 جنيه. فلو جيت قلت له ان عند النهاردة 10 نجارين، قبل ما اضغط انتر خلي عينك على حساب النجارين. انا هضغط انتر، هو تلقائي قال لك ان حساب النجارين كذا. فلو جيت قلت له عندي 5 مساعدين، هو قال لك حساب المساعدين كذا. طيب لو حطيت للناس دي النهاردة مثلا 3 ساعات اضافي، 3 ساعات، اضغط انتر، هو تلقائي قال لك يبقى حساب اضافة النجارين كذا واضافة المساعدين كذا والكمية الاجمالية كذا. غير اي رقم هتلاقي الحسابات بتتغير لوحدها. لو خليت الرقم ده 5 ساعات هتلاقي ان الاضافة اتغير وبالتالي الاجمالي كله اتغير معاك. طبعا انا ما بشرحش الكلام ده، يعني انا بوريك ازاي هو بيسهل الحسابات، يعني بحيث انت مثلا لو خليت له 100 150 جنيه، مش محتاج ارجع اغير ده كله، مجرد ما اقول له 150 جنيه يومية النجار، هو هتلاقي بيغير مع نفسه، غير حسابهم وبالتالي سمع هنا في الكمية الاجمالية اتغيرت معاك. احنا هنشرح الكلام ده بالتفصيل، وازاي بنعمل الجدول ده، وازاي بندخل له بعض الدوال السهلة والبسيطة اللي ممكن تخلي البرنامج يحسب لوحده كده. هقفل الشيت ده وهوريك حاجة تانية. لو فتحت الشيت ده شيت عبارة عن نسبة إنجاز بتقدمها مثلا كل أسبوع، بحيث تعرف أنت وصلت لفين في البنود اللي عندك في الشغل. فأنا عندي آر سي فاونديشن خرسانة مسلحة، وعندي تاي جردر كاميرات رابطة، وعندي أعمدة، وعندي بوند بيم. عندي هنا الكمية الإجمالية من كل بند. بند زي الخرسانة المسلحة في الأساسات عندي 168 متر مكعب. لو أنا صبيت منهم 168 فهو فعلا أنا صبيت 100%. طيب لو دخلت على منطقة زي دي، لو عندي الكمية الكلية 272 صبيت منهم لغاية التاريخ ده 214، فقال لي إن أنت صبيت 78%. طيب لو انت جيت في الاسبوع ده وصبيت 50 متر، عايز تزودهم على الرقم ده، مجرد ان انت تزود على الرقم ده هو هيطلع لك نسبة الانجاز عندك. يعني الرقم ده لو غيرته وخليته مثلا 260، قال لك ان انت نفذت 95% من البند. طيب تعالى على بند زي الاعمدة، عندي الكمية الكلية 92 متر، صبيت انا لغاية التاريخ ده 19 متر، فقال لي انت نفذت 20% من البند. خلي الرقم ده 50 وعينك على نسبة الانجاز، قال لك انت صبيت 53%. طيب الرقم ده انا جايبه منين؟ الرقم ده انا مش كاتبه، لا ده انا واخده من شيت حصر الكميات بتاع الاعمدة، عشان لو حصل اي تغيير في الكميات التغيير يسمع معايا هنا. هفتح شيت حصر الاعمدة، ده شيت حصر الأعمدة، الكمية الكلية 92 هي اللي هناك في الشيت. طب غير الكمية دي خليها وليكن 120، هتتغير هناك ولا لأ؟ ارجع للشيت الأولاني، فعلا الرقم اتغير بقى 120. فالبرنامج
ربط لك الكلام كله مع بعضه، بحيث لو حصل عندك تغيير في اللوحات، تغيير في الكميات، انت مش محتاج تدخل في كل مكان وتغير فيه وتعيد كل الحسابات من الاول تاني. مجرد ان انت تغير رقم واحد بتكون عامل ربط الشيتات كلها مع بعضها، الرقم بيتغير وجميع الحسابات بتاعتك بتتغير تلقائيا. انا هوريك حاجة احسن من دي كمان. لو فتحت الشيت ده هو نفس الشيت اللي فات، بس انا زودت هنا الحديد اللي عندي. عندي مثلا هنا 272 متر زي ما قلنا، متر مكعب خرسانة، هستخدم فيهم 23 طن حديد. طيب انا لو نفذت 78% من البند ده، قال لك يبقى انت نفذت 18 طن. طب غير الرقم ده خلي 150، وعينك على الحديد المستخدم لغاية اليوم، قال لك انت نفذت 13 طن. غير الرقم ده خليه 250، يبقى انت نفذت 91% من البند ونفذت 21 طن. ان شاء الله احنا مع بعض هنعرف ازاي بنعمل الكلام ده كله. والدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم في بعض الدوال الاساسية. والدرس اللي بعده هنعمل شيت حصر كميات كامل، وازاي ننسق الجدول، وازاي نطلع جدول شكله حلو نقدر نستخدمه في شغلنا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.